باختصار شديد، نحن عرفنا اللعبة ولا نستطيع أن ننجر لما يراد لنا أحيانا أن ننجر فيه. نعم النظام يسعى بكل جهده وببذل الأموال من خلال شركة علاقات عامة دولية لكي يفهم العالم بأن هناك حوار، ولكن على واقع الأرض هناك قمع، هناك انتهاك، وهناك اعتقال، وهناك أحكام قاسية، وهناك رهائن.